السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الفرقة الثالثة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرفع عنا هذا البلاء وأن يحفظنا ويحفظ أهالينا جميعا. اتكلمنا المرة اللي فاتت في مادة طرق تدريس وسائل تعليمية عن طريقة حل المشكلات، وطلبت في التقرير الآخر في نهاية المحاضرة أن الطلاب تصيغ تقرير في هيئة مشكلة. وللأسف طبعا لعدم وجودي معاكم ولعدم وجود محاضرات، فحاسس ان الموضوع صعب. ازاي ان انا هقدر اصيغ منهج، وازاي ان انا هبدأ ادرس المنهج عن طريق مشكلة؟ وده هحاول اتكلم عليه باختصار اثناء الفيديو في طرق التدريس الحديثة اللي انا هتكلم عنها النهاردة. هتكلم النهاردة ان شاء الله رب العالمين عن طريقتين، هي طريقة المشروع وطريقة الوحدات التعليمية او الوحدات بشكل عام. ازاي هصيغ على المحاضره اللي فاتت، ازاي هتكلم ان انا اصيغ المنهج على هيئه مشكله؟ يعني بشكل عام انا هظبط المنهج. هقول ايه مثلا؟ هقول في مشكله فهم درس معين، في مشكله في كيفيه، في مشكله بالنسبه للطلاب في كيفيه تحديد انواع المحركات الكهربائيه، في مشكله بالنسبه ده منهج كيفيه شحن معرفيا، كيف يتم شحن الفريون للثلاجه، كيف يتم لف المواتير. ده ليه جزء نظري وليه جزء عملي، وطرق التدريس الحديثه مشتقه ببعضها او مترابطه مع بعضها البعض. هصيغها ازاي في هيئه مشكله؟ ان انا هبدا اقول ايه، كيف يتم لف المحركات الكهربائيه، ده الجزء المعرفي بتاعه. الطالب لا يستطيع لف محركات الكهرباء، بقت مشكله ولا مش مشكله؟ بقت مشكله. عشان كده طلبت منك المره اللي فاتت ايه، صيغ المحتوى بتاعك في هيئه مشكله. طلع لي اي درس عندك في اي وحده في اي مستوى على هيئه مشكله. اقول تاني، كيف يتم شحن الفريون؟ الطالب لا يستطيع او لا يستطيع ان يقوم بشحن فريون ثلاجه. لا يستطيع الطالب، ده مشكله، لا يستطيع الطالب فهم لف المحركات، فده مشكلة. صغت المحتوى في هيئة مشكلة. النهاردة ده بالنسبة للمرة اللي فاتت أو كيفية عمل تقرير إن أنا أبدأ أصيغ المنهج في هيئة مشكلات. طبعا النهاردة هيكون حجم الفيديو إن شاء الله رب العالمين صغير، يعني لأن الأبلود بياخد وقت كبير جدا، ولسه هنجرب هنشوف الدنيا هتمشي إزاي. طيب المشروع طريقة المشروع باختصار زي المشروع اللي انت هتعمله في الفرقة الرابعة، او مشروع ان انت ممكن تعمل جزء مشروع فيه وانت دلوقتي في سنة تالتة مع اي حد من الاساتذة. فالمشروع باختصار تعريفه، ده اول حاجة بتطلب او اي حاجة تعرفها في بداية الطريقة، ان المشروع هو عمل ميداني يقوم به الفرد. يعني معنى كده ان هو ايه، بيتسم بالهيئة العملية اكتر من نظرية. هو مشروع، اي عمل ميداني يقوم به الفرد يتسم بكونه ايه، عمليا تحت اشراف الايه، المعلم. وقاعده تاخدها ان طرق التدريس الحديثه بيكون محورها الطالب وليس محورها المعلم. المعلم دوره هو موجه للعمليه التعليميه، او موجه بيساعد الطالب او بيحدد الاهداف اللي هو هيمشي عليها. طيب يبقى مبدئيا تاني هقول سريعا، طريقه المشروع هو اي عمل ميداني يقوم به الفرد يتسم بكونه ايه؟ عمليا تحت اشراف المعلم اللي هو دوره كموجه، على ان يكون هادفا ويعظم الماده الايه؟ التعليميه. معنى كده ان المشروع لازم يكون متسم بالماده التعليميه، ويكون مبني على ايه؟ معارف ومهارات. طيب هنا هنبدا نخش سريعا على ان طريقه المشروع يا شباب ليها هدفين. ايه هما الهدفين؟ اول حاجه تقديم محتوى مشخص حي للتعليم لاكتساب معرفه، بدلا من ايه؟ من التلقين، اللي هو مبني على الجزء العملي وليس مبني على الجزء الايه؟ النظر. طبعا انا بتكلم بسرعه جدا، خايف وقت الفيديو يكبر معايا، ما يعني يبقى صعب ان انا ارفعه، ولكن بنحاول بقدر المستطاع. طيب هنا الطريقه بتستند ايه؟ طريقه المشروع لها عده اسس، يبقى انا هقول ان هي لها هدفين. أول هدف عندي إن هو محتوى مشخص حي للتعليم، بيكتسب عن طريق المعرفة بدلاً من إيه؟ من التلقين، اللي هي زي طريقة الإلقاء اللي هي طريقة المحاضرة. أنت هنا بتبدأ تقوم بمشروع فعلي وتبدأ تنفذه، فبتكتسب المعرفة عن طريق الجزء العملي، فبتبحث أنت بنفسك عن المعرفة. لذلك هنا بيكون المحور الأساسي مين؟ المتعلم أو الطالب وليس المعلم. طيب قال لك هنا في هناك بعض الاسس لطريقه المشروع. مبدا الاهتمام اولا بطبيعه المعلم هنا، لان هو المحور الاساسي للعمليه التعليميه. تاني حاجه مبدا النشاط الذاتي والتعلم عن طريق الايه، العمل، التعلم عن طريق العمل.
ليه؟ انا بعمل مشروع فبنفذه عمليا، بناء عليه ببدا ابحث عن المعرفه. بقت عمليه اهي، عملي بنبحث انا عن المعرفه عشان ابدا انفذ المشروع. طيب هنا هنمشي سريعا، هنبدا نعرف ايه المشروع. طبعا انت هتبدا تقرا الجزء ده وهنزله بي دي اف برضه مع الفيديو. هنا بيقول لك هنا ايه المشروع، هو وحده تعليميه تعتمد على الترتيب المنطقي للماده الايه الدراسيه. يعني هو تقريبا بيرتب الماده في هيئه مشروع بينفذه، فلازم تكون المهارات والمعارف مرتبه بشكل ايه بشكل منظم. طيب هنا طريقه المشروع يا اولاد بيكون ليها نوعين، لان انا كده ايه هبدا اقول في الاول تاني اهو، ان انا قلت المشروع هو عمل ميداني يقوم به الايه الفرد، او ممكن يقوم به ايه المجموعه. ده تعريف. هنا تاني التعريف اللي بعد كده يا شباب عندي بيقول لك ايه، ان برضو المشروع اهو، المشروع وحده تعليميه تعتمد على الترتيب المنظم للماده الدراسيه، وهو واجب يفرضه التلاميذ على انفسهم، لان هو اللي بيحدد الايه المحتوى بتاعه. يعني هو بيقوم بالجزء العملي وبيجيب المعرفه وبيبحث عنها، لذلك انه يعتبر تعلم ذاتي باستخدام طريقه الايه المشروع. هنا يا بقى المشروع له طريقتين، اما ان يكون مشروعات فرديه، يبقى هنا مشروعات معنى كده ان هيكون في عندي ايه تصنيف او انواع للمشروعات، اما مشروعات فرديه او مشروعات ايه جماعيه، وده اللي هيحدد معايا ايه انواع طريقه الايه انواع طريقه المشروع. هنكمل في الفيديو التاني بقى ايه انواع طريقة المشروع.